في عالم حيث لا يبدو فيه كل شيء على ما هو عليه. أحياناً عليكم التراجع قليلاً وإلقاء نظرة ثانية. استكشاف ما هو عجيب، غريب، ومدهش بكل ما في الكلمة من معنى. والآن حان وقت برنامجنا. حليب تغيير الألوان. هذه خدعة بسيطة وممتعة، بإمكانكم تجربتها في المنزل. إنها حتى آمنة بالنسبة للأولاد. إنها مهدئة مفعمة بالألوان، وهي استعراض مناسب لخصائص الحليب السائلة وللملونات والصابون. إنه العلم. إن كنتم مستعدين لها فلنبدأ إذن. ولكن أولاً ستحتاجون إلى وعاء ماء مسطح كالصحن أو أي وعاء مسطح آخر، القليل من الحليب كامل الدسم، 4 أنواع من ملونات الطعام، بعض الأعواد القطنية، سائل تنظيف الأواني، ويمكن أن تجهزوا كاميرا التصوير لتوثقوا مجريات العمل. من أجل التجهيز لتجربتكم، أولاً جهزوا مكاناً مضاءً جيداً. ضعوا وعاءكم على سطح مستوى ونظيف. والآن ضعوا كمية من الحليب تكفي لتغطي سطح الوعاء. لا داعي لأن تملؤوه بالكامل. سنقوم بعدة تجارب، لذلك احتفظوا بالحليب. الآن ضعوا بعض النقاط من ملون الطعام بشكل عشوائي فوق الحليب. أحضروا سائل التنظيف واغمسوا عوداً قطنياً، ولكن ليس كثيراً. ستحتاجون إلى كمية صغيرة فقط، لذلك حركوا العود وامسحوا الصابون الزائد عنه. يجب أن تكون كمية كافية بحيث لا يقطر منها شيء. ها قد حانت لحظة الحقيقة. يمكنكم ضغط زر التسجيل على الكاميرا الآن. اغمسوا العود القطني وسط الحليب وراقبوا الألوان وهي تتراقص وتشكل كل هذه الأنماط الدائرية والتأثيرات. قد ترغبون الآن في اختبار المزيد مع استبدال الملون. إذن ارموا الخليط القديم وجهزوا وعاء آخر. لا تقلقوا، فمن الآمن التخلص منها في المغسلة. أعيدوا التجربة ولاحظوا الأشكال والأنماط المثيرة للاهتمام التي يمكن أن تظهر لكم. إذن قد تسألون، لماذا تنتشر الألوان في الحليب هكذا؟ حسناً، هذا بسبب خاصية في السوائل تدعى التوتر السطحي. أترون؟ تملك السوائل خاصية تسمح لها بتشكيل غشاء رقيق من جزيئاتها يسمح للأجسام الخفيفة بالاستقرار عليه. على سبيل المثال، شعرة أو سائل آخر كالذي في تجربتنا. يحتوي الحليب على مزيج من الدسم، البروتينات، وحتى الماء يدخل في تكوينه. يملك الدسم الموجود في الحليب خاصية لا قطبية نافرة من الماء أو خاصية طاردة للماء، ولكن عندما تتم إضافة الصابون ينكسر التوتر السطحي للدسم في الحليب ويبتعد عن الصابون، ويحصل رد فعل لمكونات الحليب تكون ذات قطبية محبة للماء أو جاذبة للماء.
النتيجة هي في تباعد مكونات الحليب الدسمة. ولأننا وضعنا ملونات الطعام على السطح، فبإمكانكم رؤية حدوث هذه الظاهرة. تستطيعون رؤيتها تحدث من خلال لقطة بالحركة البطيئة. هذه الظاهرة التي تبدو غير مرئية لها تطبيقاتها العملية أيضاً. في الحقيقة هذه هي الطريقة التي يعمل بها الصابون ومنظفات الملابس لإزالة البقع، وهي تساعد في تنظيف الأشياء عند تنظيفها بالماء. يكسر الصابون التوتر السطحي للماء جاعلاً الزيوت، البقع وحتى الأوساخ الصغيرة تختفي بسهولة عندما تغسل بالماء. مفتاح كروما. لم يعد الأمر سراً، فغالبية الأفلام ولا سيما تلك التي تحتوي على مشاهد حركة دائماً ما تستخدم رسومات حاسوب متحركة. وبما أننا نعرف مسبقاً أن الحواسيب هي المسؤولة عن الخلفيات الكبيرة، الوحوش والتفجيرات، فما زالت هناك تقنية واحدة يستخدمها صانعو الأفلام ليجمعوها مع الممثلين الذين يؤدون أدوارهم على الشاشة. إذن هل سبق وسمعتم عن مفتاح كروما؟ حسناً، ربما شاهدتموها في بعض لقطات خلف الكواليس. أتذكرون تلك الشاشات الخضراء الكبيرة التي يقف أمامها الممثلون؟ نعم، تلك هي. لكنها ليست مجرد شاشة خضراء، بل هي تقنية بحد ذاتها. إذن ما هو مفتاح كروما؟ إنه تقنية تستخدم للإلغاء أو إخفاء أجزاء معينة من المقطع المصور. يتم ذلك بتصوير أجسام أمام شاشة خضراء، وتتم معالجة اللون الأخضر وإلغاؤه من المقطع، وتحديداً لإزالة الخلفية، حيث تصبح لوحاً فارغاً وواضحاً. يسمح هذا لصانعي الأفلام بإضافة اللقطات أو الخلفيات التي يرغبون فيها. أفضل مثال عن تقنية مفتاح كروما هو النشرة الجوية المحلية. لاحظوا كيف أن الخلفية وراء مقدم النشرة هي دائماً عبارة عن خريطة مع القليل من نماذج الطقس. حسناً، أصبحتم تعرفون الآن كيف نفذت. قد تفكرون في أن تقنية مفتاح كروما اختراع جديد نسبياً في حقل الرسوم المتحركة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ. ظهرت هذه التقنية منذ الثلاثينيات، كانت في البداية طريقة لتنفيذ انتقالات مسح أو انتقالات لونية ابتكرها رائد المؤثرات البصرية لينوود جيدان. تم تطوير استخدام التقنية بالكامل عام 58، حيث استخدمت في فيلم أولد مان أند ذا سي. الأشكال الأولى لمؤثرات مفتاح كروما كانت تستخدم شاشة زرقاء، وذلك قبل أن يستخدم الناس اللون الأخضر في الخلفية. قد تسألون لماذا اللون الأخضر؟ تم اعتماد اللون الأخضر هذا للابتعاد قدر الإمكان عن درجة لون الجلد البشري وعن معظم الوسائل المستخدمة في تصوير الأفلام. تخيلوا لو كنتم ترتدون شيئاً أزرق اللون، فعندها سيصبح جزء من أجسامكم شفافاً أيضاً. في الماضي كانوا يزيلون الخلفية الزرقاء من الفيلم بإضافة مادة كيميائية خاصة تحول اللون الأزرق إلى خلفية شفافة في شريط الفيلم. يستخدم صانعو الأفلام بعد ذلك شريطاً آخر أو لقطة صورت مسبقاً من خلفية أو مشهد آخر يرغبون في إضافته، ويمزجون الفيلمين معاً ويعرضون ذلك على شريط فيلم جديد، والنتيجة تكون عبارة عن استبدال خلفية كاملة للفيلم. في هذه الأيام يتم تنفيذ كل شيء بمساعدة برنامج حاسوب، ولكن بتطبيق ذات الفكرة يتم حذف الخلفية الخضراء من اللقطة الرقمية باستخدام الحاسوب، ويتم استبدالها بخلفية مختلفة. يمكنكم صنع ذلك في منازلكم باستخدام الحاسوب أو حتى هواتفكم. تأكدوا أولاً من أنكم تملكون البرنامج أو التطبيق المناسب الذي ستستخدمونه. لا تقلقوا،
إنها برامج رخيصة وقد تتمكنون من الحصول عليها مجاناً. تالياً ستحتاجون إلى مادة خضراء للخلفية، ورقة خضراء كبيرة أو قماش أخضر سيفيد في هذه الحيلة. الآن ابدأوا بتصوير مادتكم أمام الشاشة الخضراء، وتذكروا أن تصوروا في منطقة مضاءة جيداً. عندما تنتهون شغلوا تطبيقكم أو برنامجكم واختاروا الجزء الأخضر من اللقطة، وسيهتم البرنامج بإزالته مع بعض التعديلات. وعندما تقتنعون بالنتيجة استبدلوا الخلفية بأي شيء ترغبونه. أبدعوا ولاحظوا المشاهد التي قد تبتكرونها. وها هو المقطع المصور السحري السريع. رياضيات ذهنية. هل كنتم تكرهون الرياضيات عندما كنتم تلاميذ؟ حسناً، لا تقلقوا، لن يكون هذا صعباً أو مملاً. ماذا لو أخبرتكم أنكم تستطيعون استخدام الرياضيات للقيام بخدع تنبؤية وذهنية؟ رائع، حسناً، شاهدوا الخدع التالية. لنبدأ بهذه. أعلنوا أنكم ستقومون بتوقع ما واكتبوه على قطعة ورقية. أطلبوا من أحدهم أن يختار عدداً بين الواحد والخمسة، ثم يضربه بالعدد تسعة، ويجمع خانتي العدد الناتج. الآن أطلب منه أن يطرح عدد الخمسة من الناتج. أطلب منه استبدال العدد الناتج بحرف أبجدي. ألف بدل واحد، باء بدل اثنين، جيم بدل ثلاثة، وهكذا. الآن لو أنكم قمتم بالحساب ستجدون أنه سينتهي بالحرف دال. أطلب منه الآن أن يذكر اسم بلد يبدأ بالحرف دال، ثم أطلب منه أن يذكر اسم حيوان يبدأ بالحرف الأخير من اسم البلد الذي ذكره، وأخيراً أطلب منه ذكر لون مستخدماً آخر حرف من الكلمة السابقة. وبعد ذلك أظهروا توقعكم للحضور. تأكدوا تماماً من أن اسم البلد سيكون دنمارك واسم الحيوان كنغر، وأخيراً سيكون اللون برتقالياً. هذه الأجوبة هي الأكثر شيوعاً، لذلك إن طلبتم من متطوع سريع بما يكفي ستكون هذه هي إجاباته. لكن هذه نصف الخدعة، إذ إن الخدعة الأخرى تكمن في حسابات الجزء الأول. أي أحد يختار عدداً ويضربه بالعدد تسعة سينتج عنهما عدد مؤلف من رقمين، إذا جمعا معاً سيعطيان العدد تسعة. وحالما نطرح منه العدد خمسة سينتهي الأمر دائماً بالعدد أربعة الذي يتوافق مع الحرف دال، وأصبحتم تعرفون بقية الخدعة. رائع، صحيح؟ إليكم حيلة أخرى. هذه المرة ستحتاجون إلى كتاب وإلى آلة حاسبة أيضاً. هناك بعض التحضيرات بالكتاب. افتحوه على الصفحة التاسعة واحفظوا الكلمة التاسعة، ثم اذهبوا إلى الصفحة 108 واحفظوا الكلمة التاسعة أيضاً. ستستخدمونها في الخدعة. أطلبوا من متطوع أن يختار عدداً من ثلاثة أرقام مع عدم تكرار أي رقم، ثم أطلبوا منه أن يعكس الأرقام ويطرح العدد الأصغر من العدد الأكبر. إن كان الجواب يساوي 198 فقد انتهيتم تقريباً. أطلب منه أن يعكس أرقام هذا العدد وجمعه مع 198، وستحصلون على العدد 1089. الآن أطلب منه أن يفتح القاموس على الصفحة 108، أول ثلاثة أرقام من العدد، واطلب منه أن يعد تسع كلمات إلى أسفل بحسب آخر رقم وهو التسعة، ثم أظهروا توقعكم تاسع كلمة من الصفحة 108 التي سبق وحفظتموها. الآن إن حصلتم على جواب مختلف وليكن 99،
فيمكنكم إذن الاستمرار في الخدعة. واطلبوا منه أن يفتح على الصفحة رقم 9 ويختار الكلمة التاسعة التي تحفظونها. أما إن استمررتم في الحصول على أجوبة أخرى مثل 297، 396، 495 أو عكوسها، فاستمروا في طرح عكوس هذه الأعداد من الأعداد نفسها، ثم استمروا في الخدعة. قوموا بالحيلة بأسلوب مقنع وبعض التمثيل قديم الطراز، وستبهرون الناس بسرعة كبيرة. سر كلتا الخدعتين في الواقع هو الخاصية الفريدة للرياضيات والأرقام التي تجعل الناس يصلون إلى إجابات متوقعة. تأثير ليدن فروست. تعتقدون أنكم تألفون الماء جيداً، ليس الأمر أنكم تشربونه أو تستخدمونه في غسل الأشياء، صحيح؟ وليست الفكرة أن ثلثي الكوكب من الماء أيضاً، ونحن متأكدون من أنكم تألفون قطرات الماء التي ترونها على النوافذ عندما تمطر، صحيح؟ بالتأكيد. حسناً، إليكم هذه التذكرة. الماء عبارة عن جزيء مركب يتألف من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. إنها H2O أو أول أكسيد الهيدروجين إن أردتم أن تفكروا بطريقة تقنية. يظهر الماء غالباً في حالته السائلة، لكنه يتبخر إلى بخار أو إلى الحالة الغازية حالما يغلي عند 100 درجة مئوية، ثم يتحول إلى الحالة الصلبة أو الجليد عندما تصل الحرارة إلى 0 درجة مئوية. إذن تأملوا هذه التجربة. صفيحة حارة درجة حرارتها أكثر من 100 درجة مئوية أو درجة غليان الماء. إذن ماذا سيحدث برأيكم؟ لنكتشف ذلك. إن كانت حرارة السطح أعلى من درجة الغليان، ستتوقعون أن الماء سيتبخر مباشرة عند ملامسته الصفيحة. ولكن ما هذه؟ يبدو أن قطرات تتشكل وتنزلق على الصفيحة الحارة. هل هناك مشكلة في الماء؟ لماذا لا تتبخر القطرات لحظة الملامسة؟ يمكن تفسير ذلك بما يعرف بتأثير ليدن فروست. سمي التأثير تيمناً بجوهان غوتلوب ليدن فروست، العالم الذي اكتشف التأثير. إنها ظاهرة فيزيائية تحدث للسوائل التي تلامس كتلة درجة حرارتها أعلى من درجة غليان تلك السوائل، حيث تنتج طبقة عازلة رقيقة من البخار، وهذه الطبقة الرقيقة تبقي القطرات سليمة لمدة من الزمن. وبما أن هذه الطبقة في الحالة الغازية، فلا يحصل اتصال فعلي للقطرات، إنما تنزلق على السطح الساخن. إذا نظرتم عن قرب، فستلاحظون هذا التأثير غالباً في أثناء الطبخ. في استعراض متطرف للتأثير، تم غمس إصبع رطب في رصاص مسهور، حيث يتم عزل الإصبع وحمايته من الاحتراق لمدة زمنية صغيرة. لا داعي لإخباركم عن عدم تجربة ذلك في المنزل، ولكن إليكم هذه التجربة الأكثر أماناً لتقوموا بتجربتها. قد تحتاجون لارتداء قفازات عازلة أو قفازات من دون أصابع في هذه التجربة. ستحتاجون إلى مقلاة، قطارة دواء، وبالتأكيد إلى موقد. إن كنتم صغاراً، فاطلبوا إشرافاً من أحد البالغين للقيام بالتجربة. ستبدأون بإشعال شعلة صغيرة أسفل المقلاة. والآن باشروا بإلقاء بعض القطرات من الماء. خلال التجارب الأولى، سيشكل الماء قطرات ستبدأ بالغليان وتتحول إلى غاز أو بخار. أبقوا الموقد مشتعلاً وارفعوا درجة حرارته قليلاً. في هذه الأثناء
ستصبح المقلاة ساخنة بما يكفي وتتبخر القطرات فور الملامسة، جربوها. ولكن كونوا حذرين وأبقوا وجوهكم وجميع أطرافكم بعيدة عن أعلى المقلاة. الآن ارفعوا درجة الحرارة إلى أعلى مستوى وامنحوها ثواني قليلة. الآن ألقوا بعض القطرات على المقلاة وراقبوها. سترون قطرات صغيرة تنزلق أو حتى ترتد عن المقلاة. إن استمعتم عن قرب فستبدو كأن خرزات صغيرة ترتطم بالمقلاة المعدنية. ها هي، راقبوها. إن كنتم تملكون يداً ثابتة فبإمكانكم محاولة إسقاط القطرات بجانب بعضها البعض، أو يمكنكم رسم أشكال حتى. شاهدوا كيف تتشكل قطرات كبيرة، ثم تبدأ بالتقلص ببطء إلى أن تتبخر في النهاية. لن تكتمل هذه الحلقة من دون نقاش سريع عن بعض محبي إعادة التفكير المميزين، أشخاص مسؤولين عن منحنا هذه الخدع والأوهام المحيرة للأذهان. المفكر البارز لهذا اليوم هو لينوود جيدان. إنه رائد مؤثرات بصرية مشهور ومكتشف معظم التقنيات والمؤثرات المستخدمة في تصوير الرسوم المتحركة. ولد عام 1904 في بروكلين نيويورك. بدأ دان عمله عارض أفلام في هوليوود حوالي عام 23، وفي تلك الفترة بدأ تدريبه على مهنة صناعة الأفلام إلى أن عمل مصوراً. في عام 28 بدأ دان تحويل مؤثرات الانتقال إلى شكلها التلقائي مثل المسح والتلاشي، وكانت تنفذ يدوياً على يد سينمائيين. قام أخيراً بإبداع تقنية وأعاد تكوين ضوء كشاف ليقوم بالانتقالات التلقائية. أفلام ذات ميزانيات كبيرة في ذلك العصر نفذت بإشراف دان على المؤثرات البصرية، تشمل أعماله الشهيرة سيتيزن كين وكينج كونغ. في فترة الخمسينيات والستينيات أنشأ دان شركته الخاصة، حتى إنه طور وسوق طابعته البصرية ذات التصميم الخاص، وهي آلة تقوم بتحميض لقطات الشاشات الزرقاء أو لقطات مفتاح كروما. أتاح هذا إضافة خلفيات وأجسام مختلفة إلى الأفلام، الأمر الذي مهد الطريق لتقنيات صناعة الأفلام المعاصرة. وفي تلك الفترة بدأ بالعمل على ستار تريك، أحد أكثر برامج الخيال العلمي شهرة على مر الزمن. أكمل دان مسيرته المهنية واحداً من مستشاري هوليوود في المؤثرات البصرية. اكتسب دان عدة جوائز وتقديرات عن أعماله. تقاعد عام 85 واستقر في منزله شمال هوليوود إلى أن مات عام 98. حسناً، ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولكن لا تقلقوا، سيكون هناك المزيد. تأكدوا من الانضمام إلينا المرة القادمة للمزيد من الخدع والأوهام، حيث سنمنحكم جرعة مذهلة أخرى من برنامجنا.